بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم ألف عافية. اليوم حنحكي بشابتر 4. حكينا المرة اللي فاتت بشابتر 3 وهو العملية العلاجية، وكنا قبل كم سنة شابتر 1 و2 بالجامعة، بدنا متأخرين زي ما حكينا. اليوم إن شاء الله رب العالمين حنحكي عن الجروث أند ديفلوبمنت من مينتال هيلث، من أحد الأسباب اللي بتؤدي لتطور بعض الاضطرابات النفسية عند some people، اللي هو حكى في الموضوع نظريات الصحة النفسية، نظريات الصحة العقلية، كيف التنشئة الاجتماعية، كيف تكوين الشخصية، كيف المجتمع بيجعل من الشخص مريض أو بيجعل منه سليم، كيف الأهل بيجعلوا من الشخص مريض أو بيجعلوا منه سليم. زي ما حكينا في اللقاء اللي فات عن موضوع الستركشر والفانكشنال اوف برين، كيف ممكن يطوروا اكثر من غيرهم بعض المشاكل سواء في التركيبه الدماغيه او في الوظائف الدماغيه الناقلات العصبيه. من منظور بيولوجي حكينا اللقاء اللي فات، وحنحكي في لقاء قادم قبل المنتل اكزامينيشن، لكن بدنا نحكي من منظور نفسي اجتماعي شخصي، كيف بيتطور او الموست كومن theories which talked about some leading causes of mental health، بعض النظريات شو حكت في تطوير أسباب الصحة النفسية. يمكن أخذته في السايكوسوشيال قبل هيك، كان عندكم مساق اللي هو علم النفس الاجتماعي. في ناس ممكن يكون مر عليهم إيش يعني هرم ماسلو. هرم ماسلو هو من أحد النظريات اللي هي هيومانيتيريان الإنسانية، اللي تحدثت عن الاحتياجات، احتياجات الشخص في حياته. مدام بنحكي عن need of ماسلو hierarchy، عامل لنا 5 level of need. مدام need يعني النيد بحاجة أن تلبى أو بحاجة إلى إشباع، ما لم تشبع هذه النيد حيصير في عندي impairment أو فرصة لحدوث impairment. النيد والقاعدة الأساسية للهرم مقسمة، أول حاجة في عندي physiological needs. الphysiological needs اللي هي الاحتياجات الأساسية، هذا سموه هرم الاحتياجات حسب النظرية الإنسانية، وهذا كان ما قبل الثورات الفرنسية، ما قبل الثورة ما بين الشعب الفئة الكادحة العاملة والفئة الارستقراطيين أو الكبار البلد أو من يملك المال ويتحكم فيها. الفئة الكبيرة أو الارستقراطيين البرجوازيين وضعوا شروط قيمة على العمال أو كافة الشعب أو الطبقة الكادحة. آنذاك ما كان في طبقة وسطى، كان في طبقة غنية وطبقة كادحة عمالية فقيرة، فكانوا يعني ما في مسكن خاص لكل واحد فيهم، الأكل بالشراكة، الدولة اللي بتوفر لهم الأشياء هاي بحدود معينة. فثاروا على هاي القيم، كمان ما كانوا يحسوا بالأمن والأمان، ممنوع من هاي الطبقة يتزوجوا أو يرتبطوا بعلاقات مع الطبقة الثانية. من هان أجت النظريات بتاعت النظرية الإنسانية اللي هي فرض شروط القيمة يؤدي إلى اضطرابات نفسية ومشاكل إجرامية في المجتمع وخلل في المجتمع. فماسلو أجا بيحكي إنه لا، للكل الآدميين، احنا بنحكي من رجال آدمي إنساني، كل من هو إنسان وكل من يتنفس وله عقل بحاجة لأنه يتوفر في الشروط هاي والاحتياجات هاي. ما في فرق بين أرستقراطي وبين كادح، محرومين كانوا من بعض الحقوق سواء كانت علاجية أو ارتباط زي ما حكينا أو فرص عمل لليفل أكثر من عمال. فمن هان نادوا الهيومانيتيريان ثيورستس اللي هم واضعي النظرية الإنسانية ومطالبي حقوق الإنسان، إنه لا، يجب رفض شروط القيمة، لأنه أنت وياه إنسان، أنت وياه آدمي تشترك في نفس العقل ونفس الجهاز الهضمي، كل إنسان له خصوصيته لكن من نفس المميزات البني آدمي يعني. تمام، احنا ديننا ما عمل فروقات، قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولو انه في ان بعض يعني مش واضح كتير لكن قد يكون ملموس في بعض الفئات في المجتمع. فقسم ماسلو نيدز الى
هايراركي، حكى انه في عندي فيسيولوجيكال نيدز، هذه لازم تكون موجوده، اللي هي ايش الفيسيولوجيكال نيدز؟ اللي هي اساسيات الحياه: بريثنج، فود، ووتر، سكس، سليب، هيموستاسيس، اكسكريشن. بحاجه انه يكون عندي تنفس، ويكون في عندي الماكل والمشرب والملبس واستقرار الوظائف الجسديه، لانه اذا في امراض صعب اشعر بانتقل للطبقه اللي بعديها، اذا في عندي مشاكل في الاخراج، في عندي مشكله. هذه وظائف اساسيه فسيولوجيه لازم تكون موجوده. تو هاف سكس مع شريك الحياه، هنا في عندي مشكله. النضوج الجنسي كمان الشخصي كمان لازم يكون طبيعي. هذه الاشياء كامله لو لم تكن موجوده، يعني انسان فقير جدا ما عنده مكان ينام فيه، أو لا يتوفر له قوت يومه أو 3 وجبات، كيف بده يكون عنده صحة نفسية؟ طبعا صعب. فهذه أشياء أساسية بدها تكون موجودة عشان نمشي حسب الليفل لحاجة اسمها self actualization، رأس الهرم، اللي هي تحقيق الذات. شو هدفي في هالحياة؟ شو رسالتي في هالحياة؟ هل أكون من الناس العاديين؟ ولا بدي أشعر بتحقيق الذات؟ طبعا كل إنسان عنده طموح وعنده تحقيق ذات وعنده حابب يوصل لتحقيق الذات. فرض شروط القيمة عاد في هاي المدرسة بخلي ما في عندي تحقيق ذات حسب فلسفة هاي المدرسة. فإذا رفعنا شروط القيمة والمحددات اللي لازم ما تكون موجودة، ممكن لأي شخص إنه يحقق ذاته نحو الماتوريتي النفسية، هي تحقيق ذات نفسية مجتمعية إنسانية. إذا كان في البيزك نيدز، وهي رأس وهي قاع الهرم والقاعدة الأكبر، في موجودة ومتوفرة، بقدر أنتقل للسيفتي، اللي هي security of body of employment of reassurance or resources of morality of the family of health and property. هنا بصير يكون في أمان، أمان للجسد، أمان جسدي، وهنا حسب نظرياته إنه ما يكونش في أي اعتداء جسدي كمان عليك أو اعتداء جنسي، لأنه هذا كان يصير معهم في الفترات السابقة لما كانوا يضربوهم بشكل جماعي أو بيحرقوهم بشكل جماعي، أو إذا عملوا إضراب للمطالبة بحقوقهم كان في عقاب جماعي، وهذا ما في سيفتي. وهنا كيف بدك توفر السيفتي؟ بطالبوا إنه بدنا فلوس أو بدنا مأكل أو بدنا كذا. فكل إشي مترتب على إشي بالحقه. فعدم شعور بالسيفتي والسيكوريتي، احنا بنحكي عن الامن والامان. اذا انت في بيتك وسكرت الباب وقلقان، كيف بدك تعيش؟ اذا انت مالكاش بيت اصلا، كيف بدك تعيش وتشعر بالامان؟ اذا الك بيت الكل بيقدر يدخل ويطلع بدون امان، ولا يعني مش هالبيت المستقل، كيف بدك تشعر براحة يعني نفسية او باستقرار نفسي؟ اذا ما عندك امان وظيفي ممكن تتسرح في اي مكان، اذا ما عندك مكان يعني تتلقى فيه ريسورسز خدمة معينة، اللي هي الجامعات والمستوصفات والمستشفيات والكذا، كيف بدك تشعر بالأمان؟ إذا ما في حدا بيحترم أخلاقك، وفي عندك مشكلة إنك تعبر عن مشاعرك أو عن آرائك السياسية أو خصوصا عن آرائك المجتمعية أو الدينية، هذا في مشكلة. إذا في ما عندك أمان وأنت عمال بتنضج جسديا وجنسيا، ممكن تلاقي حدا ممكن يعتدي عليك، هنا في مشكلة إنك حتطور. معظم الأطفال اللي بيتعرضوا للتحرش، مش شرط يعني ريبن اغتصاب اللي نسميها صدمة نفسية، تحرشات أو استغلال، طبعا ما في سيفتي على أجسادهم، وبالتالي مش هيشعروا بالأمان مدى حياتهم. عشان هيك النيد هاي لازم تتوفر، لازم يتوفر فيسيولوجيكال نيد، ولازم يتوفر الشعور بالأمن والأمان عشان أقدر أنتقل للمرحلة اللي بعديها، اللي يصير عندي love and belonging، الحب والانتماء. الحب والانتماء يعني تكوين علاقات، friendship، صداقات، تكوين family، sexual intimacy اللي هي الزواج. تمام، يمكن عند الأجانب شوية بيكون العلاقات خصوصية أكتر، إنه بس مش أنت فريندشيب زي حالاتنا، أو إنه ممكن يكون عندك علاقة جيرل فريند أو بوي فريند، لا، يو ماست تو هاف سكس، ويكون عندك سكس انتيمسي تجاههم. إحنا بنحكي بالزواج والحمد لله إنه في أمر ديني عندنا. فهاي الأشياء كيف بدي أشعر بأقدر أحب وأنحب ويكون عندي انتماء ما لم يكون الفقرتين السابقتين مش موفرات، وما عدتش بسلام، يعني ما تطورتش فيهم بشكل طبيعي؟ أنا بيكون عندي في نيد لم يشبع، وبالتالي ممكن أكون اللي تعرض لاعتداء واللي مش قادر يحب ولا ينحب، ممكن يكون شخصية ضد المجتمع، أو يكون اكتئاب، أو يروح ينتحر، أو يكون عنده مشكلة معينة، تمام؟ أو يطور فصام عقلي كمان. فمهم جدا حسب هذه النظرية إنه هذه الأشياء النيد لا يجب أن تلبى. الستيم، ستيم يعني الذات، شو بده يكون فيها؟ بده يكون عندي سيلف ستيم، تقدير للذات.
بده يكون عندي confidence، ثقة بالنفس، بده يكون عندي achievement، تحقيق، بده يكون عندي respect of others و respect by others. أنا مهم جدا إنك تشعر بتقدير الذات، لأنه لو كان قرارك مسحوب منك وما بتقدر تحب إلا بشروط ولا تنحب إلا بشروط ولا تتزوج إلا بشروط حسب ما يفرض عليك، أنا مش هيكون عندك، أنت مسلوب الشخصية، أنت مسلوب الثقة بالنفس، أنت اعتمادي ما بتقدر تحقق لحالك. الدولة اللي بتكون هذه في الاشتراكية، الدولة اللي بدها تطعميك، والدولة اللي بدها تأخذ راتبك، والدولة اللي بدها تزوجك على كيفها، والدولة اللي بدها كذا، هذا كان في مشاكل آنذاك. هلقيت احنا بنحكي بشكل عام، مش نظام دولة، بنحكي بنظام تنشئة إنساني كمان. الاستقلالية، وإنه نعطي الأبناء تاسك من هي صغيرة أو هو وصغير، كيف يعتمدوا على حالهم، كيف يحققوا لحالهم، كيف يعملوا achievement، كيف يجيبوا علامات، كيف نقول له أنت ممتاز، أنت رائع، كيف نحترمه ويحس بالاحترام ويحترم الآخرين، الرولز تاعتنا. هنا بنقوي عنده الشخصية وبصير عنده تقدير ذات، لأنه في علاقة عكسية، كلما انخفض تقدير الذات كلما زادت الأعراض النفسية، أو إذا بنقول كلما انخفض تقدير الذات كلما انخفضت الصحة النفسية، هنا بصير علاقة طردية، وكلما زاد تقدير الذات كلما زادت الصحة النفسية أو كلما قلت الأمراض النفسية. إذا تحققت هاي الأربع نيدز الأساسية، بعد هيك بتقدر توصل أنت بناء على قاعدة ممتازة جدا وارتكاز ممتاز جدا وتطور ممتاز جدا، بتقدر تعمل حاجة اسمها Self Actualization، اللي هي اسمها تحقيق الذات. Morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts. هنا بتوصل لمرحلة اسمها تحقيق الذات من الجانب الأخلاقي، من الإبداع، من العمل، تحقيق الذات من أسلوب حل المشكلات. أنت بتصير مبدع لحالك، لأنه أنت الآن من يقود الدفة، أنت الآن سيد نفسك وسيد عائلتك وسيد العمل، مش أنت هم أسيادك، تمام؟ فهذه لما أنت تكون سيد أكيد بتكون وصلت لتحقيق الذات. الناس بتقول لك تحقيق الذات، انا بحقق ذاتي من خلال اني ادرس واشتغل وهيك بكفيني. واحد بيقول لك لا، بشعر بتحقيق الذات اذا انا، والرضا بعد ذلك، اذا انا اشتغلت واذا انا حصلت على دراسات عليا واذا انا تزوجت وكان عندي فيلا وكان عندي سياره وكان عندي حساب. هذه تحقيق الذات بيفرق من شخص الى شخص اخر، وهو مفهوم الرضا بعد ذلك. انا راضي لعند وين؟ انا راضي لعند وين؟ في ناس عادي مفتوح معاهم باب الرضا لانه طموحهم عالي، والسلف اكشواليزيشن بحسوا انهم لسه مالهم ما وصلوها. فحسب ماسلو اللي هو واضع النظريه الانسانيه، هو ومن عامل على النظريه الانسانيه قبل هيك، هذه كانت اساس اللي هي البيزك نيدز، ماسلو هايراركي اوف نيدز، اللي هو هرم ماسلو للاحتياجات. ما دام احتياج حكينا يجب ان يلبى، لم يلبى اذا اصبح في عندي مشكله، تمام؟ زي احتياجنا للمأكل والمشرب، هذا احتياجنا لكل شيء ممكن يعزز عندنا الصحة النفسية. احنا بناخد الموست كومون ثيوريز اللي حكت في الموضوع، والموست كومون انترفينشن اللي بتنشغل على الموضوع اللي ممكن نحكي فيها. النظرية اللي هان حكت exploring the concept and theories associated with personality development. هنا بدنا نحكي عن النظريات اللي حكت على الشخصية. في نظريات حكت على الشخصية بطريقة بحتة، وفي نظريات أدمجت معها، طبعا هذيك زي فرويد يمكن سمعتوا عنه، وفي نظريات أدمجت معها الشخصية الاجتماعية أو التنشئة الاجتماعية. انحكى في موضوع الشخصية بدنا نفهم شغلتين، في شيء اسمه بيرسوناليتي وفي شيء اسمه تمبرمنت. بيرسوناليتي يعني شخصية، شو يعني شخصية؟ شخصية الشخص اللي أمامي شو هي؟ هي combination of character, behavior, temperamental, emotional and mental traits that is unique to each specific individual. يبقى ايش هي؟ هي مجموعة او خليط من السمات، السلوكيات، المزاجية الموروثة يعني، العاطفة and mental trait، والسمات العقلية كمان اللي بتخلي كل شخص بيختلف عن الآخر. أول ما تيجيك مثلا اسم مثلا الاستاذ مهند حمدان، بتعرف شو الكاركتر تبعه، شو شخصيته، بتحكي عنه. ما يجيك اسم الاستاذ بسام شاهين، الاستاذ سعيد عليان، الاستاذ اسامه مهدي، اي استاذ او اي شخص قابلته في حياتكو قريب او بعيد، اول ما تسمع اسمه بيصير عندك انطباع معين لانه شخصيته انعكست. اللي بيعكس الشخصيه عاد ايش هو الواضح عندنا، اللي هي السلوكيات والمشاعر والكومبينيشن والعلم والاشياء هاي، بتخليه هو متفرد عن الاخرين. هذه بنسميها بيرسوناليتي. بينما التمبرمنت ايش هي؟ جزء من الشخصيه. التمبرمنت
وهيكوا شايفينها فوق مكتوب temperamental. التمبرمنت هي inborn personality characteristic، اللي هي الأشياء المولودة الموروثات، الصفات الموروثة. هذا بنقول عصبي زي أبوه، أو هادي زي أمها بتزعل بسرعة، أو هكذا. ليش بنقول زي؟ لأنه في أشياء موروثة وفي أشياء بتيجي مع العلم بتكون بتصقل الشخصية. المشكلة عندنا، خلينا نكمل تعريف بعد نشوف وين المشاكل. الـ inborn personality characteristic that influence an individual's manner of reacting to the environment and ultimately his or her developmental progression. هذه الأشياء اللي بتخليه يعني كيف يتفاعل، اللي هي الموروثات اللي بتخليه كيف يتفاعل مع من حوله. هلقى كمان المشكلة بتيجي، أو عندنا أربع أنواع ممكن تصير مشاكلها مع الشخصية. إذا الـ inborn في عرضة لتطوير المرض النفسي، والـ personality الموروثات فيها عرضة، والبرسوناليتي المكتسب الكاركتر اللي من حواليه، لأنه هو موجود في بيئة أصلا هي مقلقة. مثلا خلينا نحكي على القلق، هو مولود بموروثات فيها قلق والبيئة معاه مقلقة، فأكيد هذا حيطور لي قلق أو ديبريشن أو أي اضطراب بتكوية. لكن إذا الموروثات مثلا كانت شوية صعبة وتنشأ في بيئة فيها احتضان وفيها اهتمام وفيها أمان وفيها صقل شخصية وفيها إعطاء مهام وفيها ثناء وفيها شكر، هلا بتطغى البرسوناليتي على التمبرمنت، فبتصير الأمور مالها أفضل. إذا الموروثات ممتازة والبرسوناليتي كمان المكتسبة ممتازة، هنا بتصير الأمور أحسن وأحسن. إذا الموروثات ممتازة لكن ماتت أمه ومات أبوه، اتنشأ في بيئة كيف له حدا أو انتقل لمكان يعني البيئة فيه مش كتير صحية، مش صحية عضوية، يعني مشاكل واضطهاد وعنف وجنس وسرقة و و و إلى آخره واغتصاب، كيف حيكون؟ حتكون شخصية صعبة جدا ما بين موروث كويس ومجتمع سيء. عشان هيك كلما كان الموروث جيد والمجتمع أجود، كلما كانت الحالة النفسية ممتازة جدا. السايكوأناليتيك ثيوري اللي هي النظرية التحليلية، وهذه النظرية التحليلية وضع النظرية عالم اسمه فرويد. فرويد believed that an individual basic characteristic or character is formed by the age of 5 years and include these components. بحكي انه شخصية الانسان يؤمن انه صفات الشخصية تتشكل في اول 5 سنين في حياته. وهكذا بنشوف ايش هي المراحل اللي بتشكل فيها الشخصية. وبيقول لك الشخصية بتنقسم او فيها 3 محتويات تحتوي الثلاث اشياء: الإد والإيجو والسوبر إيجو. إذا أخذته بالسايكوسوشيال أو علم النفس الاجتماع، الهو والأنا والأنا الأعلى. إذا في بعض علماء دين قالوا هي النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، قبل علمهم يعني في ديننا موجود، اللي هي الإد هي النفس الأمارة بالسوء، الإيجو النفس المطمئنة، السوبر إيجو النفس اللوام. نأخذ واحد واحد. الإد أو الهو اللي هو الانستيتشوال درايفز، هذه مخزن الغرائز. مخزن الغرائز يعني هذا بيكون في أول سنة من حياته، أول ما ينولد البيبي، ما بتفرق معه صح غلط حلال حرام، في ناس فيش ناس بده اللي هي تلبية احتياجاته. الغريزتين الأساسيات اللي موجودة عنده بشكل أساسي، الحياة أو الموت، تمام؟ فأي إشي يساعد على الحياة بحبه، وأي إشي بيساعد أو من وجهة نظره هو صغير بحس إنه قد يؤذي أو بده يؤدي للموت بيكرهه. فهذه في الإد اللي هي غريزة الحياة أو الموت، يعني نحاول نوضحها شوية. الطفل لما بي 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 بنلاقيه بيبكي كتير لأنه أمه تأخرت عليه مثلا في الرضاعة أو في النظافة، فهو بحس أنه في ألم. الجوع عبارة عن ألم، الألم بتبرمج عنده أنه أنا حموت لو لم تلبى، فبصير يبكي. بيبكي بغض النظر أمه في سيارة، أمه في مول، أمه في بيت، عندها ناس ما عندهاش ناس، ما بتفرقش معه. كذلك لو بده يقضي حاجته، بيقضي حاجته بغض النظر مين حوله، تمام؟ ولو حكيت بنحكي بعدين على المرحلة الفلمية، الغضب هذا بيعبر عنه، يعني لو تأخرت عليه أمه في الرضاعة ورضعته، أول إشي حيكيف بس في الآخر حيعضها وهي بترضعه،
عشان يوصل لها انه انت اديتيني، تمام؟ فهذه الاد بتكون مسيطره في سن الصغر وبده كل شيء بغض النظر عن من حوله. اذا بطنه وجعه بده يصيح، اذا اي شيء جاع او شعر بالالم او تبرز على نفسه او حس انه مش نظيف حيصرخ بغض النظر مين حوله. بينما اذا كان الكبار الادلت لما بيكون بحاجه لإشي ممكن يصبر، ممكن يستنى، ممكن ما يعملش اي حاجه بده، يعني اي رغبه لا يمكن ان تلبى الا ضمن معايير مجتمعيه او معايير دينيه او اخلاقيه او انسانيه. بس الاد لما بيكون قاعد يعني هو اللي شغال هو اللي طاغي بتفرق معه، تمام؟ بتفرقش معه، يعني بيعمل اللي بده اياه. وهذا تفسيرنا للناس ممكن تقتل او تسرق او في عز النهار او في وضح النهار، لانه مش فارقه معاها ايش الناس تقول عليها، خلص. وهذا بيكون اضطراب شخصيه معين. عندي الايجو اللي هو يعني ميدياتور بده يوازن ما بين الاد والسوبر ايجو. بنرجع له السوبر ايجو، ايجو ايديال internalized value system consciousness، هذا اللي هو نظام القيم والأخلاق، حرام، ممنوع، لا، اصحى، تسويش، عقاب، قلتي، شعور اللوامة، هاي نفس اللوامة، تمام؟ والإد الأمارة بالسوء. هل جيت أي شيء بده يكون بده يعمله الإد بوقفله السوبر إيغو بيقول له ممنوع تعمله هيك. مين اللي بده يحل المشكلة والصراع اللي حيدوم ما بين الإد وما بين السوبر إيجو، ما بين النظام اللي مش فارقة معاه والنظام القمعي إنه ممنوع لا 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 لا؟ بيجي الإيجو بيقول بنعمل ولكن، تمام؟ بنعمل ولكن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أصوم وأفطر ولا أعتزل النساء وأقوم وأرقد، كويس؟ لما أجوز ثلاثة النفر اللي قالوا إحنا ما بنقوم الليل ولا ننام ونعتزل النساء ونصوم السنة كاملة أو الليل والنهار، فقال أنا أصوم وأفطر. وهنا كان الوسط بين النص. فإذا كان في التنشئة عندي، وبنرجع لتكوين الشخصية الآن، التنشئة عندي إذا كان السوبر إيجو عالي جدا، ممنوع لا، وبنعاقب من غير ما نفهم مشاعر وبنضرب وبنكسر في الأبناء، حيكون السوبر إيجو قوي على حساب مين؟ قمعي للإد، وعلى حساب الإيجو. بتحس أنه ملوش شخصية لأنه شخصية سلبت منه، تمام؟ وراحت مع مين؟ مع الأهل. ولو العائلة submissive مش فارقة معاها أو laissez faire system بنسميها، كلما كانت كل شيء متوفر وعلى المتريح وبدون ضوابط وبدون قوانين وبدون كذا، حيكون الإد طاغي على الإيجو والسوبر إيجو. هذه شخصية بتكون معتمدة أو ضد المجتمع كمان، تمام؟ فهذا إشي مهم جدا إنه نقوي الإيجو في تنشئتنا. مسموح ولكن، ممنوع بشرط كذا كذا. وهذه مهمة جدا، موضوع النظم والقوانين. الطفل بفهم، وما نقولش الأطفال بفهموش، بفهموا وبيستوعبوا وبيستنى منك ردات الفعل أحيانا وبيعرف كيف يستدر عطفك. فنشئ صح ونشئ بطريقة سليمة، مش ضربة وبتتنسى ولا خليه يتعود على السلوك هذا عادي، لا، نشئ بطريقة مهمة. لأنه هنا في مرحلة البرمجة الطفل بينزل صفحة بيضة بتكتب فيها اللي بدك إياه أنت، فحاول تكتب إشي كويس يضله، لأنه العلم في الصغر أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هو اللي حيضله، ومن شب على شيء شاب عليه. وهذه مهمة جدا عندنا، بس فرويد هيك قننها وحطها بطريقة بس عندنا في الدين والعلم من قبل فرويد. فرويد قسم الـ developmental stages لخمس مراحل أساسية، وحكى انه في عندي المراحل يا بصير عندي over gratification يا بصير عندي starvation، اما اشباع زائد او حرمان زائد. وهذا ممنوع يكون، لانه حيعمل لي حاجة اسمها fixation. fixation التثبيت، زي ما قلنا في ماسلو، عشان اطلع من نيد لنيد لازم اشبع النيد الاولى، هنا لازم اشبع النيد، لازم اشبع كل مرحلة بطريقة سليمة، والا بصير عندي تثبيت. واي تثبيت لما بتعرض في المستقبل الطفل لألم أو لضربة أو لصدمة لما يكبر، بتظهر عليه مشاكل كل مرحلة. كيف بتظهر عليه مشاكل كل مرحلة؟ خلينا نشوف. أول هاي المراحل سماها الأورال ستيج، المرحلة الفمية. المرحلة الفمية حكى فرويد إنه هذه من الولادة حتى عمر سنة ونص أو 18 شهر. تركيز الطفل على تواصله مع العالم والتعبير عن سعادته أو عن غضبه عن طريق الفم. كيف يعني عن طريق الفم؟ يعني حكينا إذا جاع حيصرخ،
وإذا انبسط حيناغي ومبسوط يعني، أما إذا جاء حيبكي، إذا شعر بألم حيبكي، إذا شعر بمغص حيبكي، إذا شعر بأنه مش نظيف أو متبرز على نفسه في defecation أو urination حيبكي لأنه شاعر بعدم استقرار. فقلت شو اللي بصير؟ إذا إحنا يعني أول ما يحتاج للمساعدة ساعدنا، أنا بيكون على قد النيد عملنا. أما إذا تم إهماله أكثر من اللازم أو صار يبكي كثير، وهذا بصير في دور الحضانات والانفصال أحيانا مشكلة، وبضله مش منظف فترة طويلة أو بجوع فترة طويلة، بصير عندي تثبيت على المرحلة الفمية. إذا الأم مدلعة وعلى الفاضي والملام بترضع، هنا بصير عندي إيش؟ over gratification بنسميها، وفي كلا الحالات بتكون المرحلة الفمية لم تشبع بطريقة سليمة. تمام؟ بالتالي لما بيجي الطفل إذا أمه طولت عليه أو بعد حضانة أخذته، حيعض النبل عضة لأنه عبر عن غضب وعن ألم فيه. فالتعبير عن السعادة وعن الغضب ينتج عن طريق الفم. المرحلة هاي فيها مهمة جدا كمان، إنه في بعد السنة ونص أو سنتين بصير عندي موضوع الفطام، الوينينج من الرضاعة. إذا الطفل natural feeding بيرضع رضاعة طبيعية مش مثل feeding، وبدنا نعمل له weaning الحين عن أمه، هذه من المراحل الصعبة في حياته، وهذه يمكن مرحلة أول الصدمات النفسية اللي بشوفها. الحاجات عندنا في المجتمع يعني بحكم شغلنا بيقولوا أول حسرة بيدوقها الطفل هي وقت الفطام. حقيقة الصح واللي بنفهمه للناس إنه لازم يكون الويننج جراديوال، بريست فيدينج ويننج، وبعد سنة ونص حسب العلم وحسب الدين كمان، وبدنا نكون معوضينه بأشياء خارجية، وبده يكون بايلاترال بريست فيدينج وبايلاترال بريست ويننج. تمام؟ من الثديين، وشوية شوية تدريجي على 3 4 أيام. احنا شو بنعمل عشان نريح حالنا؟ يا بناخد الطفل وبننيمه عند رصيده 3 4 أيام، يا إما الأم بتحط قهوة أو صبرة مرة أو معجون أسنان أو كذا على النبل. وهذه أول صدمة، تخيلي طفلك سنة ونص في باوندينج ريليشن، ريحتك بيعرفها، مشعر بالأمان بحضنك، الحليب له سعر سحر وطعم خاص فيه، ونيجي بدون تدريج نقول له هذا المذاق اللي انت كنت مبسط منه، هذا المكان اللي كنت تشعر فيه بالحنان ونبضات قلبك اللي بيعرفها، فجأة يكون اشي صعب. هذه اول صدمة بتتبرمج عنده في حياته. فانا ممكن يصير عنده فيكسيشن. الفيكسيشن عندهم هذول لما يكبروا بيصير عندهم حاجة انه دايما بيغلطوا، دايما بيسبوا، صوتهم كتير عالي، ممكن يكونوا فقدوا الثقة بمن حولهم، لأنك أنت أفقدتي الثقة فيكي، فقدوا الثقة بمن حولهم، أو كمان بيصيروا أكتر إشي يكزوا على أسنانهم أو يعضوا إيديهم أو يعضوا شفايفهم وهم بيعصبوا. المواقف هاي بتبين فيها الفيكسيشن لأنه برجع لمرحلة متقدمة في العمر. او بصيروا كمان اكثر اشي هم هدول بقول لك السموكرز او الشوينج جامز باستمرار، او اللي بوكل دم باستمرار، بيكون عندهم فيكسيشن في الاورال ستيج. بعد هيك بنطلع في المرحله التطوريه الثانيه على الانال ستيج. الانال ستيج من سن 18 سنه لسن 18 شهر ل 36 شهر، وهذه المرحله بين الانال يعني المرحله الشرجيه، وهي هاو تو ميك كنترول اون هوم اير هير سيلف، لما بصيروا يتحكموا بالمخارج فيديفيكيشن اور يورينيشن. وهذه مرحله التواليت تريننج، التدريب على النظافه. وكمان التدريب على النظافه التواليت تريننج لازم يكون تدريجي جراديوال. ايش بصير عندنا هنا احيانا اذا الام موظفه او الابو موظف، او يا بركنوا بسيبوه مهل بنضف لحاله يبطل يفن على حاله لما يصير عمره 10 11 سنه، وفي بعض الهيستوري هيك بنشوف في المرضى بصير في عندي مشكله هذه اعتماديه كامله، او بيكون عندي اجريسيف تواليت تريننج اللي هو ممكن لسه المرحله هاي بنبسط الطفل انه بيعمل ديفيكيشن، بنبسط انه بيتحكم في حاله، بنبسط انه بيحاول يضبط مخارجه السفنكترز اليورين اور الستول سفنكترز اللي في الانس. وهنا بتصير عندي مرحله انه بدي اعمل تواليت تريننج. فاذا كان اجريسيف تواليت تريننج يعني في ناس بيضربوا ابنائهم عشان ما يفنش على حاله، عشان ما يككي على حاله، في ناس بتطفي عيدان الثقاب فيهم اللي هي الكبريت، في ناس يعني شفت بعض الحالات يي بتفوا عليه وابو فني وابو كذا وابو كذا. فهذه كمان ايش مالها بتاثر على نفسيته. هذول مستقبلا اذا كان في عندي اجريسيف تواليت تريننج او سبمسيف، هذول ايش بصير فيهم لما يكبروا؟ بيكونوا اكثر
عندهم اما اوبسيسيف بيرسوناليتي ديس اوردر، او ممكن يكون عندهم اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اللي هي اضطرابات الوسواس القهري اللي لها علاقه بالكونتامينيشن، بالنظافه والملوثات والاشياء اللي مش منيحه، او قد يطوروا بعض السكيزوفرينيا. عشان هيك برضو خلونا جراديوال. الفلك والاودبال ستيج هذه مرحله القضيبيه وعقده اديب فيها، اذا سمعتوا عنها. هذه بتكون الطفل بحب الاوبزيت سكس بسن ال3 سنوات من والده، يعني بنت بتحب ابوها اكثر وبتتعلق فيه في ال3 سنوات، الولد بحب امه وبتعلق فيها اكثر في ال3 سنوات. هذه يفترض لو ما دقينا على العلاقه العكسيه احنا ونفهم التطور شو معناه اللي عندهم، ما تقوم من حضن امك بلا قله حياه، او قوم من حضن ابوك، او تخليهاش دائما في حضنك، او كذا. احنا لسه ما عندنا وعي بهالموضوع في المجتمع. هذه ممكن تعمل لي اللي هي مشاكل انه ما تنحل. يعني يفترض مع سن ال4 سنين او ال5 سنين بتصير البنت تلبس كعب امها وواعي الصلاه والشنطه والمكياج تبعها تستخدمه وتعمل زيها تقلدها، وبصير الولد ياخذ مفتاح سياره ابوها ويلبس كندرته ويطقطق فيها في الدار، وهذه بتصير ريزوليوشن، وهذه طبيعي انه مو طبيعي. اما اذا اكدنا عليه بصير مش طبيعي، اذا دقينا على المواضيع بصير مش طبيعي. تمام؟ فاللي مش طبيعي هنا ممكن يكون عندي في سكيزويد بيرسوناليتي، في عندي مشكله مستقبلا بالايدنتيتي انه ما يتوحد مع جنسه، بصير يتوحد مع الجنس الاخر، وهنا بصير انه في عندي مشكله في انا مين ودوري مين كذكر او كانثى. تمام؟ مرحلة الكومون اللي هي لاتنسي بيريود، المرحلة الرابعة من سن 5 إلى 11 سنة أو 13 سنة، وهذه ما قبل المراهقة، وهذه مرحلة المدرسة بنسميها السكول ايج. هذه المرحلة يكون فيها صار أكثر خصوصية، الولد يعني بصير بده يستقل لحاله، فيها كومون، بده يتحمم لحاله، بده درجه ما حدش يفتحه، بده أواعي ما حدش يمسكها هو يغير لحاله. وهذه المرحلة إذا تدخلنا كثير في خصوصيات الطفل حيصير عندي عدم ثقة، وحيصير عندي مشاكل مستقبلية كثيرة. عشان هيك مهم جدا نعلمهم كيف الاستقلالية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع كمان، لأنه هنا بصير شوية نضوج جنسي، علامات أولية للبلوغ. مرحلة الجينيتال اللي بعديها هي مرحلة البلوغ والارتباط، ممكن بعد المرحلة هاي من 11 أو إلى 13 سنة توصل ل 18 سنة، هي مرحلة البلوغ الجنسي الأساسي، وبصير ميل للجنس الآخر، ميل حقيقي للجنس الآخر. ممكن يكون فيها مراحل هذه بعديها هيك زواج حسب الزواج المبكر اللي كان موجود، أو إنه بتصير تعرف شو يعني حب، وشو يعني ألفت نظر انتباه الشخص الثاني، أو هو يلفت انتباهها. هذه المرحلة إذا كانت ضمن ضوابط، عشان هيك مرحلة مراهقة بنقول إن كبر ابنك خوي، تمام، أو راقبوهم ووجهوهم. هذه المراحل إذا عدت بأمان هتعدي بقية المستقبل حسب نظرية فرويد بأمان، وحسب الحالات اللي بنشوفها لما بنرجع للهيستوري. اللي بيكون في عنده مشكلة في ال5 سنين الأولى بيكون في عنده مشكلة في شخصيته، وعرضة أكثر من اللازم إنهم يطوروا اضطرابات نفسية. تمام؟ عشان هيك مهم جدا ننشئ، أنتوا سفراء وقد تكونوا أمهات وآباء، وستكونون إن شاء الله أمهات وآباء. هاي المرحلة ركزوا عليها كتير، هاي النظرية كمان ركزوا، كل النظريات مهمة، بس قصدي النظرية هاي عشان شوية ما بيحكوا فيها الناس، بتساعد جدا وتلمس واقع، بتساعد جدا اني اجنب كتير من ابنائنا، ونفهم كمان الناس انه جنبوا كتير من ابنائهم تطوير حتى المتزوجين الجدد اي اضطرابات نفسية، لانهم درهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا نص الشابتر، وبنكمل النص الثاني ان شاء الله رب العالمين عشان اسهل للتحميل لكم على الموديل. يعطيكم الف عافيه.